هذا يسأل عن الاعتكاف في رمضان مقيد بالعشر الأواخر فقط؟ لا، الاعتكاف ليس مقيدا بوقت من الأوقات، فيجوز أن تعتكف في أي شهر، في شعبان، في رجب، في المحرم، في أي شهر من الأشهر يجوز أن تعتكف في أي وقت، ولكن الاعتكاف في رمضان أفضل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما كان يعتكف في رمضان وفي العشر الأواخر خاصة، هذا من باب الأفضلية. وأما الاعتكاف من حيث هو فيصح في أي وقت من الأوقات. نعم.